أهلا وسهلا بكم في ماريوت البحر الميت، حيث سيعقد مؤتمر عينك عام 2013. بالنيابة عن فريق عين، أود أن أدعوكم لحضور مؤتمر الابتكار. هناك ثلاثة أهداف لهذا المؤتمر. أولا، توجيه الأبحاث العلمية للمسائل الأكثر أهمية في الوطن العربي. ثانيا، تقريب المسافات بين الجانب العلمي الأكاديمي والجانب الصناعي. ثالثا، بناء شبكة تفاعلية من الباحثين المبتكرين. أتمنى أن ألقاكم في مؤتمر عينك لعام 2013.